السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ميكس كروشيه. النهاردة جايبالكم شنطة باك كبيرة جدا، تنفع جدا للمدارس، وكمان تناسب المرحلة الاعدادية والثانوية. الشنطة دي متينة وتقدر تشيل كتب كتيرة جدا وتعيش معاكي. هنشرح كل حاجة في الشنطة دي بالتفصيل وخطوة بخطوة. حابة اقول لكم ان انا نفذت شنطة ظهري برضو على القناة، هسيب لكم الصورة واللينك فوق تقدروا تدخلوا وتشوفوها. يلا بينا بقى نشوف هنشتغلها ازاي. بس قبل ما نروح ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وكل فيديو بنزله تكوني كمان مميزة معايا. ويلا بينا نشوف هنشتغلها ازاي. يلا نبدأ. انا هبدأ معاكم بإبرة رقم 3.5 ومعايا خيط الإيطان. الفرق ما بين الإيطان والسلسلة ان الإيطان أتخن شوية والسلسلة أرفع منه شوية، وكمان السلسلة فيها لمعة، الإيطان ما فيهوش لمعة بيبقى مط. فهنشتغل مع بعض بخيط الإيطان ده تمام وبإبرة رقم 3.5. وزي ما انتوا عارفين انا بحب اشتغل خيط السلسلة والإيطان بإبرة صغيرة جدا، اصغر من المقاس المطلوب. طبعا لو انتي مش عارفة تستخدمي إبرة رقم 3.5 حاساها صعبة عليكي شوية، ممكن تستخدمي إبرة رقم 4 أو 4.5 تمام، بحيث ان يكون الشنطة معاكي متماسكة ما تبقاش مهوية وطرية. فعشان كده انا استخدمت إبرة رقم 3.5. هنبدأ كده نشتغل عدد من السلاسل، هنشتغل 39 سلسلة. انا كده اشتغلت 39 سلسلة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ ادخل في السلسلة اللي بعديها واشتغل كرزة حشو تمام، والسلسلة اللي بعديها بدخل كده واشتغل كرزة حشو الشكل ده كده. هبدأ شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السلسلة بتاعتي. فانا هكمل وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. ورجعت لكم تاني، انا كده اشتغلت في السلسلة كلها غرز من الحشو زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهاجي ادخل في اول غرزة حشو واشتغل غرزة حشو فوقيها بالشكل ده، والغرزة اللي بعديها هدخل واشتغل غرزة حشو واللي بعديها كرزة حشو تمام بالشكل ده. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعدد اللي انا عايزاه وارجع لكم تاني هنشوف اشتغلنا كام دور وكمان هنقيسها مع بعض. ورجعت لكم تاني، انا كده خلصت القطعة بتاعتي واشتغلت 25 سطر. هنقيس القطعة مع بعض تمام، زي ما شايفين كده طول القطعة اللي معايا 20 سنتي تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده بقى هنيجي نشتغل تناقص. طيب احنا دلوقتي هنشتغل تناقص. تناقص هنشتغله ازاي؟ بنيجي ندخل طبعا بنرتفع سلسلة واحدة، انا ارتفعت اهي سلسلة واحدة، وبعد كده باجي ادخل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها واسحب الخيط، وبعد كده هدخل في الغرزة اللي بعديها بالشكل ده واسحب الخيط تمام. هيكون معايا 3 حلقات على الابرة، بسحب الخيط مرة كمان واخرج من 3 حلقات مرة واحدة تمام بالشكل ده. كده يبقى انا عملت تناقص، ضميت غرزتين في غرزة واحدة تمام كده. بعد كده بشتغل غرز حشو عادي خالص، واحدة فوق كل واحدة بالشكل ده. طبعا الغرز ضيقة جدا عشان انا عايزة الشنطة بتاعتي تكون متماسكة ما تبقاش طرية تمام، عشان ما دعمهاش في الاخر ببوري او بلاستيك. طيب احنا دلوقتي هنشتغل عادي غرز من الحشو لحد ما نوصل لقبل النهاية بغرزتين وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. رجعت لكم تاني، انا كده وصلت قبل النهاية بغرزتين اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اتناقص برضو في الغرزتين دول، هضمهم مع بعض بغرزة واحدة تمام بالشكل ده كده اهو. بدخل كده في اول غرزة واسحب، بعد كده هدخل في الغرزة اللي بعديها واسحب تمام، وبعد كده هلف الخيط على الابره وبخرج من الثلاث حلقات مره واحده بالشكل ده. وبعد كده طبعا انا بضيق ايدي، وبعد كده برتفع سلسله واحده وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده. بس قبل ما اكمل حابه كده اوريكم شكل القطعه عامله ازاي وقد ايه متماسكه، شايفين؟ طيب احنا دلوقتي هنكمل هنشتغل برضو تناقص، يعني بعد ما اشتغلنا سلسلة واحدة ولفينا الشغل هنشتغل برضو في اول غرزتين تناقص. هنلف كده، هندخل كده في اول غرزة وهسحب، والتانية
واسحب بالشكل ده، هيكون معايا 3 حلقات. الف الخيط على الابرة مرة كمان واخرج من 3 حلقات مرة واحدة بالشكل ده. ابدأ اشتغل شغلي العادي خالص، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة، تمام بالشكل ده. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لقبل النهاية بغرزتين، وبرضو هشتغلهم هما الاتنين تناقص. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل بتاعي، وهبدأ اشتغل في اول غرزتين تناقص واشتغل غرز من الحشو لحد ما اوصل لقبل النهاية بغرزتين، وهكرر نفس الشغل بنفس الطريقة اللي انا شرحتها لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. فانا هكمل لحد ما اوصل المقاس اللي انا عايزاه وارجع لكم تاني هنشوف اشتغلنا تناقص كام دور. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت التناقص، زي ما انتم شايفين كده طول القطع عندي 31 سنتي. طيب الخطوة اللي بعد كده بقى هنيجي نشتغل داير ما يدور بغرز من الحشو، هلف القطعة كلها كده بغرز من الحشو، تمام. فانا برتفع السلسلة زي ما انتم شايفين كده، بعد كده هاجي هشتغل غرزة حشو، بس مش هشتغل هنا، لو اشتغلت هنا يبقى انا بزود غرزتين في نفس الغرزة. بدخل على الفراغ اللي بعديه على طول واشتغل غرزة حشو، والسلسلة دي مجرد ارتفاع فقط، تمام. طيب انا كده اشتغلت غرزة حشو، هاجي ادخل في الفراغ اللي بعده واشتغل غرزة حشو، وكل فراغ يقابلني بمثابة دور، فهي مش مندية غرزة واضحة، هي بس مندية ارتفاعات زي ما انتم شايفين كده. فانا بدخل في الفراغ هيقابلني فراغ واسع شوية وفراغ ضيق، فراغ واسع وفراغ ضيق، انت بتدخلي في كل فراغ يقابلك، تمام. طيب هنبدأ دلوقتي ندخل في الفراغ اللي بعده ونشتغل غرزة حشو، والفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو. انا بعمل كده ليه؟ عشان الشنطة تقوس مني زي ما انتم شايفين كده. انا دلوقتي بدخل في الفراغ اللي بعده، شايفين اهو هنا في فراغ واضح اهو، بدخل كده واخرج واشتغل غرزة حشو. طبعا اللي ايديها واسعة في الشغل الفراغات هتبان اكتر من كده، بس انا عشان مضيقة الغرز بتاعتي فالفراغات مش باينة، تمام. ندخل بقى في الفراغ اللي بعده ونشتغل غرزة حشو، وهكذا بنفس الطريقة اللي انا شرحتها. هفضل شغالة كده غرز من الحشو داير كده، هلف القطعة كلها لحد ما اوصل لأول غرزة حشو انا اشتغلتها. ولو انتي مش هتاخدي بالك منها تقدري تحطي علامة، ولما تيجي توصلي لها تشيلي العلامة وتبدأي تقفلي في أول غرزة حشو انتي اشتغلتيها. فانا هكمل لحد ما اوصل لأول غرزة حشو وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده لفيت القطعة بتاعتي داير ما يدور بغرز من الحشو زي ما انتم شايفين كده. في حاجة عايزة اقولها، انا لازم يكون غرزة الحشو عندي اللي انا بلف بيها تكون وشها ناحية الوش بتاعي، شايفين ده وش غرزة الحشو اهي، السبعة اهي باينة قدامي مش ظهرها، ظهرها ورا اهو، تمام. فانا لما اجي اخلص هنا الدور واجي ارتفع سلسله واحده والف الشغل لازم يكون الوش ده ناحيتي انا كده وناحيه الشغل بتاعي، تمام. لو ما كانش كده ممكن تبداي من جهه تانية او ممكن تبداي من تحت، تمام. المهم يكون الوش ده ناحيه الوش الشغل بتاعي، تمام كده. طيب الخطوه اللي بعد كده، انا طبعا كده وصلت للنهايه، وصلت لاول غرزه حشو انا اشتغلتها، فهبدا ادخل جواها كده واحضر العلامه بتاعتي، تمام، واشتغل غرزة حشو واشتغل داير ما يدور من غير ارتفاع، تمام، ولا منزلقة، تمام. يعني هقفل الشغل بتاعي بغرزة حشو في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بالشكل ده، تمام، واحط العلامة بتاعتي عشان ما انساهاش، تمام بالشكل ده. وهكمل عادي خالص فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، وهلف القطعة كلها بغرز من الحشو لحد ما اوصل للعلامة. هكمل الموضوع ده كم مرة، هزود على الدور ده كمان دورين، تمام. لو انت حابة تدي عمق اكتر للشنطة تقدري تزودي في عدد اللفات، تمام. كمل انا الدورين فوق الدور ده وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده كملت القطعة بتاعتي ولفيت دورين من بعد الدور اللي انا اشتغلته معاكم، وصلت كده للنهاية. بس حابة اقول لكم حاجة، انا نسيت اقول لكم انا اشتغلت كام دور تناقص. انا اشتغلت 14 دور تناقص لحد ما وصلت للعدد من فوق 11 غرزة حشو، تمام. طيب احنا دلوقتي هنيجي نقفل الدور بتاعنا، الخطوة اللي بعد كده بقى
هنيجي قبل ما نركب البطانة. انا هنا في الشنطة دي حابة اغير الموديل بتاعها عن الشنطة الاولانية، هعمل هنا زي جيبين كده مجسمين. لو انت حابة تعملي جيب واحد انا شرح الطريقة بالتفصيل في الفيديو اللي قبل ده، هسيب لكم اللينك فوق على الشاشة او تحت في الديسكريبشن بوكس، دوسي على اللينك هيدخلك على الفيديو على طول. هنشتغل جيب زي ده كده مجسم، فهنشتغل 15 سلسلة. انا كده اشتغلت 15 سلسلة بطول 13 سنتيم. الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة واحدة واجي ادخل في السلسلة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وبعد كده بدخل في الغرزة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، تمام بالشكل ده. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد بوصل لنهاية السلسلة، هكمل وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، انا كده خلصت السلسله بتاعتي واشتغلت فوقيها غرز من الحشو زي ما انتم شايفين كده. الخطوه اللي بعد كده برتفع سلسله واحده وهلف الشغل بتاعي واشتغل فوق اول غرزه حشو فوقيها كده غرزه حشو، الغرزه اللي بعديها اشتغل برضو فوقيها غرزه حشو. هفضل شغاله كده بنفس الطريقه لحد ما اوصل ل 13 دور. انا اشتغلت معاكم دورين يبقى الباقي 11 دور، فانا هكمل وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده كملت القطعه بتاعتي واشتغلت 11 دور زي ما قلت لكم، والمجموع كله 13 دور، تمام كده. طول القطعه اللي معايا 12 سنتي. طيب الخطوه اللي بعد كده هنرتفع سلسله واحده وهاجي الف القطعه دي كلها كده بغرز من الحشو داير ما يدور، تمام. هاجي بقى اشتغل غرزه الحشو بتاعتي، مش هشتغل في اول غرزه دي، لو اشتغلت جواها يبقى انا بشتغل تزايد، لا هتجاهلها خالص وهشتغل في الفراغ اللي بعده، تمام. وادخل كده واشتغل غرزة حشو، تمام. بعد كده بدخل في الفراغ اللي بعده، تمام، واشتغل في الغرزة اللي بعديها برضو غرزة حشو بالشكل ده، وهلف القطعة كلها كده بغرز من الحشو لحد ما اوصل لأول غرزة حشو انا اشتغلتها، فانا هكمل وارجع لكم تاني شوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني، انا كده انتهيت من القطعة واشتغلتها داير ما يدور بغرز من الحشو، وزي ما انتم شايفين كده قوصت مني شوية. هاجي بقى عشان اقفل الدور بتاعي، باقي بدري ما بين الغرز وبعد كده بلسعه في الاخر، تمام بالشكل ده كده بنظبط القطعة بتاعتنا يتحط هنا كم ده كده بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده انا هنا ثبت الجيب زي ما انتم شايفين كده، تمام، وركبت كمان سوستة. عايزة بس اوريكم السوستة متخيطة ازاي، شايفين السوستة متخيطة ازاي ورا بعض والخط مستقيم زي ما انتم شايفين كده، تحس ان انت مخيطاها على مكان مش على ايدك، تمام. هنتعلم ازاي نخيطها بالطريقة دي ونعمل الجيب ده ازاي نثبته على الشنطة، تمام. هنجيب ابرة تنظيف، تمام، اهي ورطمتها بالخيط، وبعد كده هنحضر علامات عشان نظبط الجيب معانا وكمان سوستة. طيب اول حاجة هنعملها هنثبت هنا. الخطوة اللي بعد كده هنيجي نثبتها الاول، تمام، وهنبدأ نمسك كده السوستة بالشكل ده شايفين، وهنبدأ الأول ندخل هنا كده من ورا الشغل نربط ربطة، تمام، وهنبدأ نحط كده الدبابيس بتاعتنا. بس حابة اوريكم حاجة بس كده، شايفين شايفين السلسلة عندي اهي من تحت فيها حوالي 3 خطوط، ادي كده 1 2 3 شايفينها اهي، 1، ثواني هعلمها لكم كده بحاجة، شايفين 3 خطوط دول، 1 2 3، على حسب ما تحبي تمشي على الخط الاولاني او التاني او التالت، تمام. احنا هنمشي على الخط اللي في النص وهمشي مع الخط ده، تمام، بالظبط عشان الخيطه بتاعتي ولا تبقى طالعه ولا تبقى نازله والسوسته تكون معايا مظبوطه، تمام. وعشان تبقى مظبوطه اكتر انا هثبتها بالدبابيس، تمام. وتقدري تثبتي السوسته من غير خوف، تمام، وتطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله. انا كده بظبطها، تمام،
بظبطها كمان على الخط اللي انا عايزاه. تمام، احنا كده ثبتنا السوسته بتاعتنا وحددنا الخط اللي احنا هنمشي عليه بالظبط. تمام، هنيجي بقى نخيط. ركزوا معايا بقى كده في الخياطه دي، هنيجي هنا نشيل دي كده خلاص، هنيجي هنا كده شايفين باخد شويه من الخيط السلسله. تمام، واطلع كده شايفين في نفس الخط اللي انا عايزاه بمشي كده. تمام، بعد كده ارجع تاني المقدمة عشان اثبت الجزء ده كويس، واخرج من نفس النقطة بس جنبها كده شوية واشد. تمام، واجي هنا في النص وهدي كده شوية واخيط. انا بعمل بس كده في المقدمة عشان اثبت الجزء ده كويس. تمام، هخيطها اهي واحدة واحدة ومعاكو. هنا دلوقتي شايفين اخر نقطة اهي دي، هدخل كده بالشكل ده كده وفي نفس الخط بتاعي، بأكد في نفس الخط بتاعي ولا اطلع ولا انزل. تمام، واخيط بالشكل ده كده واطلع، باخد المسافة اللي انا عايزاها اذا كانت مسافة واسعة او مسافة ضيقة، بس يفضل ان مسافتك تكون متوسطة. صغيرة جدا حلوة ومتماسكة بس هتاخد معاكي وقت اطول، فالمتوسط حلو برضو. تمام، اهي شايفين بخرج كده شوية. طبعا انا باخد معايا جزء من السلسلة اللي تحت عشان الخياطة تكون متماسكة والسلسلة او السوستة ما تفكش. تمام، بالشكل ده عايزة اوريكم الخياطة شايفين اهو، دي اخر نقطة شايفين اهي، بملى بقى الفراغ اللي في النص ده اللي انا ما اشتغلتوش، بمشي كده واخرج شايفين. هاجي هنا من اخر نقطة واعدي شوية من بعد دي كده بشوية المسافة اللي انا عايزاها اشد. بالشكل ده ابدأ اخيط بنفس الطريقة وعلى نفس الخط بتاعي لحد ما اوصل لنهاية السلسلة بتاعتي. تمام، هكمل انا كده وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. رجعت لكم تاني، انا كده خلصت الخياطه بتاعتي وثبت طرف السوسته الجزء الاولاني من السوسته زي ما انتم شايفين كده، وماشي على الخط اللي انا قلت لكم عليه، وزي ما انتم شايفين الخياطه عامله ازاي ورا بعض. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى هنيجي نثبت الجيب ده على الشنطه. تمام كده، هنبدا نحط العلامات، نظبط الجيب بالشكل ده وهنبدأ نحط العلامة بتاعتنا. هذه أول علامة. تمام، بالشكل ده. بعد كده هنعد من هنا 1 2 3 4 في السطر الخامس، ده السطر اللي أنا هثبت جيب فوقيه. تمام، بالشكل ده كده، وهجيب العلامة وهبدأ اخد المقاس بتاعي كويس جدا، هبدا اخد المقاس بتاعي. تمام، هي هنا كده طيب. احنا دلوقتي هنبدا نجيب الابره والخيط، ابره التنظيف والخيط بتاعنا، نعمل ارتفاع كده للجيب. هاجي قبل ما اشتغل هثبت الخيط بتاعي شايفين في اول واحدة، هشيل كده العلامة، هنزل بالشكل ده كده وهشد جامد جدا، وبعد كده هثبت بطريقة مختلفة.
اول واحدة دي بس هاخدها كده تمام زي ما انتوا شايفين كده، واشد جامد جدا تمام عشان بس الجيب معايا يكون متماسك. بعد كده هخرج من الغرزة اللي بعديها وادخل كده زي ما انتوا شايفين وهشد. بعد كده هتنقل للغرزة اللي بعديها تمام، بس اهم حاجة امشي في نفس السطر بتاعي واوصل لي العلامة بتاعتي من هنا تمام. بدخل كده اهو نفس العلامة 1 2 وبدخل في الغرزة التالتة من جوة كده اهو نفس السطر بتاعي اهو كده. بعد كده بدخل على الغرزة اللي بعديها بالشكل ده كده واخرج واتنقل للغرزة اللي بعديها تمام بالشكل كده. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة اللي انا شرحتها لحد ما اوصل للعلامة هنا واشيلها، وبعد كده امشي برضو بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعلامة هنا واشيلها، وبعد كده بلف الشغل بتاعي كده تمام لحد ما اوصل للعلامة دي واشيلها، لحد ما اوصل للعلامة دي واشيلها، وبعد كده هتجاهل دي خالص كده ادخلها جوه تمام واخيط عادي واقفل الشغل بتاعي من ورا، ادخل الابرة دي كده من ورا تمام، وبعد كده هربط ربطة كده بسيطة وبعد كده بداري الخيط والسع الشغل بتاعي تمام. طيب انا هكمل بنفس الطريقة اللي انا شرحتها معاكم واثبت بقية الجيب وارجع لكم تاني عشان نثبت السوستة. ورجعت لكم تاني، انا كده ثبت الجيب زي ما انتوا شايفين كده تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده هنيجي نثبت الجزء التاني من السوستة. انا بس دي كده تمام، واجي هنا من ورا هربط ربطة عشان اثبت الخيط بتاعي تمام. هنبدأ بقى ندخل من هنا ونخرج من الناحية التانية. كده خرجت الابرة تمام، واخد السطر بتاعي اللي انا هخيط عليه تمام، باخد كده مقاسها بنيمها كده تمام. انا هخيط هنا لجوه عند السبعة دي اهي شايفين هنا، وبرفع دي كده وابقى عارفه السطر بتاعي. ممكن كمان احط علامه عشان ابقى عارفه ده السطر اللي همشي عليه واثبت السوسته تمام. انتي بتزقي دي كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده احنا طالعين هنا، بعد كده هنثبتها كده بالخيط، هننزل لتحت تمام، وهنطلع من نفس المكان برضو جنبها كده بشوية عشان اثبت الجزء ده تمام. طالع نازل طالع نازل بالابرة واحافظ على المستوى بتاعي. بعد كده بنزل الجزء ده كده لتحت وابدأ افرده بصبعي برضو تمام تمام. بعد كده بظبطها كده وافردها كده بصبعي وانزل تحت نص الدايرة زي دي كده شايفين كده شايفين. هبدأ امشي هنا في الخط التاني اعمل كده بطريقة برضو سهلة وما تتعبنيش في تثبيت السوستة تمام. طبعا انا كده نزلت، هطلع بقى بالابرة في اخر خط في اخر نقطة وفي نفس الخط بتاعي تمام. اتمنى الصورة تكون واضحة بالنسبة لكم تمام. بنزل كده شايفين في اخر نقطة ليا وفي نفس السطر عشان احافظ على مستوى اللي الخيط بتاعي يبقى ماشي خط واحد تمام بالشكل ده كده. ممكن برضو عشان دي برضو تبقى معاكي مظبوطة ممكن تحطي لها بقى ايه دبوس، بس انا شايفة المكان ضيق فيدوبك ايدي ماسكاها فظبطة السوستة تمام. انا كده بخرج من اخر نقطة
بالشكل ده، بعد كده بنزل وشد، اهم حاجه اشد كويس جدا. زي ما انتوا شايفين سوسته مظبوطه. طيب انا هكمل كده بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاكم، واجي هنا كده من الاخر وهثبت الاثنين كده على بعض، هثبته كويس جدا تمام، وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. ورجعت لكم تاني، انا كده خلصت السوسته بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده اهي، شايفين مظبوطه ازاي والخيط مش باين خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو تمام، هي بالشكل ده. لو انت مش عايزه تركبي السوسته ممكن تخلي الجيب بس كده من غير سوسته تمام، زي ما شايفين الخياطه كده من جوه، شايفين الخياطه عامله ازاي تمام، مش كده. طيب الخطوه اللي بعد كده هنيجي نركب البطانه. طبعا انت هتجهزي واحده زي دي كده بالظبط بنفس المقاس وبنفس عدد الغرز تمام. انا هنا جهزت واحده للظهر اهي زي ما انتوا شايفين كده تمام. طيب بالنسبة للظهر هنا لو انت حابة تعملي يد تمام، هتعملي اليد وبعد كده هتركبي الاول قبل ما تركبي البطانة. ولو حابين تعرفوا طريقة اليد انا شرحها برضو في الشنطة اللي زي الشنطة دي، تلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس، تقدري تدوسي عليه هيدخلك على الفيديو على طول تمام. هنا انا عندي حلقات سهلة الفتح هحطها كده تمام، وبعد كده هركب فيها الدراعين تمام كده. لو انت مش عندك الحلقة دي ممكن تستخدمي حلقات مقفولة زي كده، بس هتثبتيها تمام قبل ما تركبي البطانة. هتثبتيها ازاي؟ عادي خالص بالابرة رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد ما تثبت معاكي كويس وتداري الخيط من ورا وتلسعيه تمام كده. طيب انا دلوقتي هركب البطانة للجزئين دول وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه، اوريكم هنثبتها ازاي بطريقة برضو مختلفة. عايزة بس اوريكم هنا الخياطة، شايفين الخياطة عاملة ازاي؟ مش باينة خالص ومنظمة وسطر واحد شايفين، وهنا مش باينة خالص الخياطة زي ما شايفين كده. دي بقى الطريقة الثالثة، شايفين نص الدايرة دي، نجيب البطانة تحتها كده بالظبط بالشكل ده وهنبدأ نثبت البطانة على الشغل بتاعنا تمام. طيب احنا دلوقتي هنحضر الابرة والخيط وهوريكي دلوقتي احنا بنخيط ازاي، وهكمل انا وهنجيب دخل الخيط كده من جوه عشان الربطة، شايفين بعدي الغرزة اللي بعديها وادخل كده في البطانة تمام تحت نص الدايرة. اهم حاجة ان انا اكون تحت نص الدايرة ان انا وريتها لكم اهي، وشيت الخيط كويس جدا تمام. بعد كده هدخل الابرة بالشكل ده كده، هبعد سنة بسيطة بالشكل ده كده وشد تمام. بصوا كده يعتبر مش موجودة اساسا بالشكل ده تمام. وبعد كده هدخل في الغرزة اللي بعديها من تحت كده شايفين، وانزل هنا كده تحت نص الدايرة شايفين، وادخل بالشكل ده. بعد كده هبعد سنة بسيطة وادخل الابرة بالشكل ده كده وشد. بعد كده هدخل الغرزة اللي بعديها، واهم حاجة انزل تحت نص الدايرة وهدخل في البطانة بالشكل ده وشد، وهبعد سنة بسيطة واخرج، وهكذا لحد ما الف الشغل كله بالبطانة بتاعتي تمام. عايزة بس اوريكم شايفين تمام، عبارة عن نقط بسيطة كده جوه البطانة زي ما انتوا شايفين كده، الخياطة خفيفة جدا وبرده متينة جدا زي ما انتوا شايفين اهي تمام. طيب هفضل شغالة كده بنفس الطريقة وهثبت البطانة بتاعتي على الشغل بتاعي
تمام، وارجع لكم تاني هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. ورجعت لكم تاني، انا كده ثبتت البطانه بتاعتي، عايزه بس اوريكم كده الخيطه، شايفين؟ طيب الخطوه اللي بعد كده بقى هنيجي نركب السوسته بتاعتنا، تمام، وكمان هنثبت الجزء ده على الجزء ده، تمام، وهنقفل الشنطه بتاعتنا. بس هناخد مقاس الاول السوسته، تمام، شايفين؟ طيب انا هنا حطيت علامات في بداية الشغل خالص، بعد ما نهيت القطعة الاولانية انتهيت ب11 غرزة حشو، تمام، انا علمتهم اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، تمام، حطيت علامة هنا وعلامة هنا، وفي المقابل برضو في القطعة الاولانية حطيت برضو علامة في البداية وفي النهاية زي ما شايفين كده. هنا بقى مساحة السوستة بتاعتي اللي انا عايزاها، مثلا انا عايزة السوستة تفتح مثلا من هنا او من هنا او مثلا من هنا، تمام، على حسب ما تحبي. دي المساحة اللي انت بتديها للسوستة، عايزة سوستة طويلة، عايزة سوستة قصيرة، تمام، على حسب ما تحبي، تمام. انا هنا حطيت العلامة مبدئيا كده، تمام. هنبدأ نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تمام، يبقى من العلامة دي للعلامة دي 16 غرزة، تمام، ودول ال11 بتوعنا، تمام. طيب الجهة التانية لازم تكون 16 من العلامة دي للعلامة دي، فنبدأ نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تمام كده، يبقى الجهة دي قد الجهة دي. في المقابل برضو لازم يكون الجهة دي من هنا لحد هنا، تمام، 16 غرزة، يعني من هنا من اول هنا هفضل اعد 16 غرزة واحط العلامة، ودول ال11 بتوعنا، وهبدأ اعد من هنا 16 غرزة واحط العلامة بتاعتي عشان يبقى القطعتين قد بعض، واقدر اقفل الشنطة كويس جدا واحط السوستة، وتبقى الشنطة عندي مقفولة بشكل كويس، تمام. هحط انا العلامة بتاعتي، هبدأ اعد 16، تمام، ودول ال11 بتوعنا، هبدأ اعد من اول العلامة دي، اقفل الاول الشنطة، هجيب ابرة التنظيف. انا دلوقتي باخد خيط طويل شوية، تمام، هاجي بقى عند نص الدايرة اللي احنا سبناها سوا، كده من نفس المكان اثبت بس الخيط بتاعي الاول قبل ما ابدأ في اي حاجة. هنشيل دي كده خلاص، وهنبدأ نخيط. تمام بالشكل ده، شايفين؟ بشد جامد وانزل في الغرزة اللي بعديها واخد اللي قصادها بالشكل ده، بشد كويس عشان الغرز ما تبقاش مهوية، تمام، بالشكل ده كده، شايفين؟ وامسكها كويس وادخل في الغرزة اللي بعديها واطلع في الغرزة اللي قصادها، شايفين كده، وابدأ اشد الخيط بتاعي بالشكل ده، تمام، امسك دي كده واطلع نخيط تحت الغرز زي ما انتوا شايفين كده، امسكتي كده غرزة غرزة. طبعا انا هنا عدد الغرز عندي مظبوطة، القطعة الاولانية زي القطعة التانية، فانا بمشي غرزة غرزة وانا مطمنة ان الغرز كلها قد بعض وقصاد بعض، تمام، مش هتواجهني ان شاء الله اي مشكلة لان العدد مظبوط غرزة قصاد غرزة، تمام، بالشكل ده. مرة كمان بدخل هنا كده في الغرزة اللي بعديها والغرزة اللي قصادها بالشكل ده كده، واشد، تمام، واشد كويس جدا، اهم حاجة زي ما انتوا شايفين كده، تمام. اكمل انا كده واقفل الشنطة لحد ما اوصل للعلامة، شايفين، لحد ما اوصل للعلامة دي، وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده.
ورجعت لكم تاني. انا كده خلصت تثبيت الجزئين كده على بعض زي ما شايفين كده. طيب الخطوه اللي بعد كده بقى هنيجي نثبت السوسته بتاعتنا جوه الشنطه، طبعا بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاكم هنا. ثبت دي الاول كده بالخيط عشان الجرار ما يفكش مني وانا بفتح السوسته، تمام. بعد كده باجي هنا الاول اثبت الجزء ده وهو مقفول كده، تمام، واظبط الجرار كده في النص. بثبت الجزء ده كويس جدا بابره وخيط رايح جاي، تمام. بعد كده بكون فاتحه السوسته نفس الطريقه انا شرحتها معاكم، تمام، واختار الصف اللي انا عايزاه، السطر الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، تمام. احنا بنخيط في السطر الثاني بالشكل ده كده، وبعد كده برشق الدبابيس واثبتها بالدبابيس، تمام. اثبت الجزء الاولاني وبعد كده هثبت الجزء الثاني بابره الخياطه. انا دلوقتي هكمل واثبت السوسته بتاعتي، تمام، جوه الشنطه، وارجع لكم تاني نشوف شكلها النهائي. ورجعت لكم تاني، انا كده ثبتت السوسته زي ما شايفين كده. تمام، شايفين الشنطه قد ايه واسعه من جوه. طيب الخطوه اللي بعد كده انا ركبت هنا الدراعات زي ما شايفين كده اهي. انا حبيت اركب حلقه واحده هنا في النص تمسك الدراعين، تمام. لو انت مش حابه كده ممكن تحطي حلقه هنا وحلقه هنا، تمام، وتحطي واحده هنا وواحده هنا، تمام. هنا عندي الحلقات سهله الفتح زي ما انتم شايفين كده، فلما قفلت الشنطه حطيتها بكل سهوله، تمام. انا حابه ازين الجيبين دول بحاجه كده بسيطه. انا دلوقتي هركب معاكم واحده. طب احنا دلوقتي بندخل الكبسوله كده في المكان اللي احنا عايزينه، تمام، بالشكل ده، وبنجيب دي كده صغنونه بس كده بتتزحلق كده، نضغط عليها كده بالشكل ده، تمام. دلوقتي هعمل الشكل بتاعي، اما اعمله عشوائي او اعمل مثلث كده، تمام. فانا هكمل وازين الجيبين وارجع لكم تاني نشوف شكل الشنطه النهائي، تمام. وده شكل الشنطه عندي. وبكده الفيديو خلص، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.